اتصلت به خطيبته قبل استشهاده بنحو ساعة، فأخبرها أنه يعمل، فحرصه على عمله ونشاطه صفة عهدناها في علي، لكنها كانت غالية جدا عليه، فأرسل لها صورة له مع زملائه وهو يؤدي آخر واجب مهني له. فاطمة التي لم تخلع سترته بعد منذ نبأ استشهاده، من فكت تتأمل الصورة آملة أن ترى علي آخر الأسبوع كما وعدها في آخر اتصال. وإن عاد جسد علي فحسب إلى قريته، لكن روحه كانت في انتظار المحبين، إذ جاء علي صديقته فاطمة في المنام وقال لها: اذهبي بأمي وأخواتي إلى قبري في الساعة الثالثة، لأن روحي ستكون هناك. وأطعم أمه في المنام حلوى أطيب من المسك بحسب ما تصف لنا الحاجة أم علي. وين أنت يا أمي؟ وين؟ بعرف أنه أنت بالقبر يا أمي، بعرف في بيتك الجديد أنت يا أمي. الله بيحبك يا أمي لأنه أكرمك الشهادة. أقول لهم بس عرفوا لي من قتل ابني، عرفوا لي من قتل ابني يا أمي. مش مسكنت أنت مستهدف يا أمي، كنتوا كلكم مستهدفين. كان فخلة لكم يا أمي، كنتوا كلكم لكم مستهدفين. الله يقتل اللي قتلكم، ما بطالب إلا باللي قتلكم بس. علي في الجنة إن شاء الله، تقولها ببسمة خجولة. أما إجابتها للمعزين الذين توافدوا إلى منزل العائلة في ميفدون فهي واحدة: الله حبه فأخذه. ومن الوفود الدكتور أسامة سعد ووفود إعلامية وصحفية من ضمنها الزميل زفان كيومجيان. كانت الدنيا أيضا أتت معزية، وفي مقابلة مع أبو علي سألته المراسلة عما يقوله للنظام السوري في حال كان أحد أفراد الجيش هو من أطلق الرصاص، فقال إنه يأمل من الرئيس بشار الأسد أن يتابع التحقيقات لمعرفة من قتل ولده. انتهت رحلة علي شعبان لتنطفئ معها شمعة في أسرة قناة الجديد. وعلي ذلك الشاب الذي كان يعمل من دون تعب، حاملا عدته ومستعدا دائما لأن يرمي نفسه في الخبر، رميت عدته برصاص الغدر وأرداه شهيداً.